كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بعض الناس في العالم العربي، بعض المشايخ لا زالوا في بقلبه في الصفحات، فرض عين ولا فرض كفاية؟ متى بصير فرض عين؟ والله إن لم يكن الجهاد الآن فرض عين فلن يصبح فرض عين أبدا إلى يوم القيامة. هذا متفق عليه يا إخوان، قاعدة متفق عليها بين جميع المفسرين والأصوليين والمحدثين والفقهاء. إذا وطئ الكفار شبرا من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم، حتى تخرج المرأة دون إذن زوجها بمحرم، والعبد دون إذن سيده، والمدين دون إذن دائنه، والولد دون إذن والده. فإن لم يكفوا أهل القطر أو تكاسلوا أو قصروا لم يكفوا، توسع فرض العين على من يليهم، وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها فرض عين لا يسعهم تركه كالصلاة والصوم. هذا اتفق عليها كل الفقهاء والمحدثين والمفسرين. ثم يا إخوة، أنا أظن أن أي عالم صادق يعرف ما نعرفه عن الجهاد لا يمكن إلا أن يفتي عنه فرض عين، لكن مش عارفين الصورة على الرأس والعين. قد يكون أساتذتنا وشيوخنا ومن خيار أهل الأرض، لكن الصورة غير واضحة. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وأمور الجهاد يعتبر فيها برأي أهل الدين الصحيح الذين يعلمون أمر أهل الدنيا. لازم يكون عنده طين صحيح ولازم يعرف واقع الأمر، ولا يعتبر فيها برأي الذين يأخذون أو ينظرون بظاهر الدين أو ظاهر النصوص، ولا برأي الذين بأهل الدين الصحيح الذين لا يعرفون ما عليها أهل الدنيا. ولذلك أقول هذا رأي ابن تيمية ينص، قال: والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. أولا لا إله إلا الله، ثم بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله يأتي دفع العدو الصائل المعتدي، ثم بعدها الصلاة والصوم والزكاة والحج. واتفق العلماء، يقول ابن رشد: واتفق العلماء إجماعا على أن الجهاد إذا تعين، إذا أصبح فرض عين، مقدم على حج الفريضة. بل الصلاة تؤخر من أجل الجهاد، والصوم يؤخر من أجل الجهاد. ألا يجوز الجمع؟ ألا يجوز اختصار ركعات الصلاة عند الجهاد؟ ألا يجوز الإفطار عند الجهاد؟ أما الجهاد فلا يؤخر. ثم إيش استئذان والدين بالله عليكم؟ والدك يجب أن يكون أمامك في المعركة، هو عاصي في الجلوس، فكيف تستأذن عاصيا في القعود عن فريضة من الفرائض؟ ثم هذا الأب أو هذه الأم متى تسمح لابنها؟ والله يا شاب يحدثني، قلت لخالتي: يا ابنها هناك، وحزنت وغضبت. قلت لها: بالله عليك، إذا وصل العدو الحرم وأخذ الحرم تسمح إلى أولادك يخرجوا؟ قالت: والله لا، سكر عليهم الباب وامنعهم من الخروج. إيه، لن تسمح له، ستقتل.
يا ابني ايش بدك تقابل دبابات وتقابل سيارات ورشاشات في الشوارع؟